الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ضمن هذا السباق التراثي ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث سنشهد في هذا المساء إقامة ثلاثة أشواط لسباق التراث ولركوب الهجن من الشباب القطري في هذا المساء في هذا المهرجان. إذن الشوط الأول من مسافة 3 كيلومترات من عمر 18 إلى 35 عام يستعد للانطلاق على الهواء مباشرة في هذه الأجواء الرياضية، في هذه الأجواء الجميلة. إذن جائزة نقدية قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة حتى المركز 15. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. هكذا استعدوا ملاك الهجن والمشاركين في هذا السباق التراثي عاما بعد عام ضمن هذه المهرجانات المقامة والمصاحبة للمهرجانات الكبرى، كما نشاهد الشباب وهذا الاستعداد الذي لم يأتي بين يوم وليلة، إنما أتى من تجهيز ومن استعداد ومن ركوب مستمر وتجهيز وتعلم لهذه الرياضة ولهذا الموروث الأصيل. إذن من هذه الهجن المشاركة هجن حازت على السيارات، حازت على الجوائز العينية والنقدية القيمة، وأصبح لها قاعدة كبيرة، وأصبح لها بورصة أيضا في المشترى والبيع. يسعدني في هذا المساء يرافقني مجموعة من الشباب المعلقين والمحللين في نفس الوقت لمجريات وأحداث هذه السباقات. بسام الشمري، نشاهد هذا الاستعداد عاما بعد عام لهذه الرياضة حتى أصبحت لها قاعدة جماهيرية كما نشاهد على أرض الواقع. يا مرحبا أخوي محمد، أمسي على مشاهدين قناة ريان بكل خير ومحبي وعشاق هذه الرياضة. مشاهدين الكرام، أخوي محمد شاهدنا الجميع جاهز وحاضر للمشاركة في هذا الموروث الشعبي الكبير، والكل أن يطمع أن يحصل على نقطة في هذا المهرجان الكبير. وشفنا أيضا حضور جماهيري كبير للمشاهدة لهذه الرياضة وهذه المنافسات المشرفة مع انطلاقات أشواط الفترة المسائية وأشواط الموروث الشعبي. ونتمنى التوفيق والسلامة لكل المشاركين الحاضرين في هذا التحدي الكبير. أخوي سلطان، الكلمة معك في هذا المساء. بالفعل سلطان، أصبح لهذا السباق قاعدة جماهيرية أصبحت تشترى لها بمبالغ طائلة، يبحث عن الهجن الفائزة سواء في قطر أو في دول الخليج لاقتنائها للمشاركة في هذه السباقات. تعودنا على هذه السباقات التراثية المصاحبة دائما لهذه المهرجانات التي تقام على أرضية ميدان الشحانية، سواء كان مهرجان المؤسس أم مهرجان الأمير الوالد أم مهرجان سيف الأمير، وشاهدنا دائما. لكن هذا العام نسخة ذهبية بالفعل، حيث أن هذا السباق التراثي أتى مزامنا لاحتفالات أيضا للبطولة التي تقام في الدوحة، بطولة كأس. شكرا سلطان. هكذا مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم ينطلق الشوط الأول الرئيسي، وبالفعل يا سلطان يأتي هذا السباق ضمن إقامة الدولة لمونديال كأس العالم، وهذا ما نشاهده على أرضية الواقع وعلى أرضية الميدان من سياح أتوا من كافة أنحاء العالم لمشاهدة هذه الرياضة العربية الأصيلة، موروث الآباء والأجداد الذي تاورثناه وحافظنا عليه جيلا بعد جيل. هكذا انطلق هذا الشوط من مسافة 3 كيلومترات، الشوط الأول الرئيسي، المركز الأول ومقدمة الشوط ومن يحتل الصدارة عبد الله بن راشد التواه الهاجري مع مقدمة الشوط، المركز الثاني يتقدم راشد بن سعيد آل سنيد، المركز الثالث ناصر بن حمد بن مبارك بن شايق الشهواني، بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظات عبد
المحسن بن محمد المقارح المركز الخامس، ومن يتقدم فيه يصل محمد بن راشد الحميدي بن مقارح. بينما نعطي هذا الشيء للشباب المشاركين، نعطي يستاهلون التعليق والإذاعة. المركز السادس يتقدم فيه راشد بن محسن البحيح. المركز السابع من يتقدم زيد بن محسن بن نديلة. والثامن يتسلل أيضا فهد بن حمد الحسناء. والتاسع والمركز التاسع تقدم راشد بن هادي القرح. وعلى المركز العاشر، على المركز العاشر يتقدم زيد بن راشد بن نديلة. هذه النتيجة، أول كيلو متر يشارف على الانقضاء، وما زالت المقدمة عبد الله بن راشد بن فالح التواه الهاجري مع مقدمة الشوط. يا السلام يا أصبح هناك احتراف لدى الشباب المشاركين. نشاهد هذا الركوب وهذا الأداء الفوق الممتاز وهذا التمكن من هؤلاء الشباب المشاركين، لما لا وهم أيضا سهروا الليالي على المشاركة وعلى الاجتهاد، سواء في الوزن أو سواء في التدريب لانتزاع هذه الأشواط في ليلة الشرف، في ليلة الحضور الجماهيرية لمن ناموس الشوط. الله يا سلام يا سلام. بن تواه ما زال على مقدمة الشوط، ما زال على الصدارة. بن حبيبة قادم مع راشد بن سعيد آل سنيد مع المركز الثاني. المركز الثالث ناصر بن حمد بن مبارك آل شايق الشهواني قادم في المركز الثالث. المركز الرابع من القادم؟ حامل الرقم 16 راشد بن محسن بن إبراهيم آل بحيح، وأيضا يصل في هذه اللحظة، يصل ويتقدم زيد بن محمد بن نديلة. التكتيك والتخطيط والترتيب من هؤلاء المضمرين، الكل أصدر أوامره. وما زال التسلل مع بن حبيبة، مع بن حبيبة. نقترب من الكيلو متر الأخير، بن حبيبة ما زال على صدارة الشوط. ولكن واصلك زيد بن محمد بن نديلة. بن نديلة قادم مع المركز الثاني. شوط سيارة نقدية للفائز بالمركز الأول، 100,000 ريال مقدمة للفائز بالمركز الأول. الله الله الله. يا سلام يا سلام. المركز الثالث يتسلل فيه راشد بن محسن آل بحيح. والمركز الرابع مع ناصر بن حمد آل شايق. المركز الخامس يصل وينطلق عبد الله بن حزام بن نديلة. خطير بن نديلة هذا اللي يتسلل المركز الرابع، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. بن حبيبة ما زال على مقدمة الشوط. وصلكم بن نديلة. يا سلام يا بن نديلة يا بن نديلة. علي بن حزام بن عبد الله بن نديلة يصل في المركز الثالث، رافع راية التهديد للمشاركين. الشوط الأول لمن الناموس، لمن الناموس. المركز الأول زيد بن محمد بن نديلة. واصلك علي بن حزام بن نديلة. يا سلام يا سلام. أول أشواط مهرجان المؤسس لسباق التراث، لسباق التراث مع من هؤلاء الشباب. ولكن اللي حذرت منه علي بن حزام بن نديلة يتسلل في هذه اللحظات، يضغط على المقدمة، طار بالناموس، طار بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على علي بن حزام بن نديلة. علي بن حزام بن عبد الله بن راشد بن نديلة ينتزع أول أشواط التراث. ولكن عاد زيد بن محمد بن نديلة. عاد زيد في الوقت الحساس، في الوقت القاتل. زيد 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 بن نديلة عاد مرة أخرى ليشعل المنافسة. زيد بن نديلة ينتزع المركز الأول. زيد بن محمد بن علي بن نديلة مع أول أشواط التراث في هذا المهرجان العالمي، مهرجان المؤسس في مونديال قطر للعالم أجمع. زيد يبهر الحضور بهذا الركوب بهذا المستوى، حاصل على سيارات قبل ذلك، حاصل على أشواط. ولكن أيضا يحاول في هذه اللحظات علي بن حزام بن نديلة. ولكن المركز الأول زيد بن محمد بن علي بن نديلة. سلام يا زيد، سلام. حي الجماهير، حيوه حيوه حيوه، يحيي الجماهير. حيوه حيوه زيد بن محمد بن نديلة، حيوه، يستاهل التحية. سلام يا زيد، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لزيد بن محمد بن علي بن نديلة. المركز الثاني علي بن حزام بن عبد الله بن نديلة. المركز الثالث نشوف المراكز. المركز الثالث، ومن يصل في المركز الثالث في هذه اللحظات معلنا الفوز بالمركز الثالث، يصل راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد بن حبيبة، يصل في المركز الثالث. المركز الرابع يصل راشد بن هادي بن راشد بن قرح.
المركز الخامس راشد بن محسن بن إبراهيم آل بحيح، المركز السادس ناصر محمد بن مبارك آل شايق الشهواني، والسابع عبد المحسن بن محمد آل مقارح، والثامن المركز الثامن فيصل بن عبد الله بن قرح، والتاسع عبد الله بن راشد التواه الهاجري، والمركز العاشر إلى لجنة خط النهاية. هذا الذي استطعنا إذاعته، نتمنى أن نكون إن شاء الله قد وفقنا في إعطاء المراكز المتقدمة الأولى عند خط النهاية. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين، استمتعنا حقيقة بمنافسات هذا الشوط الأول الرئيسي، وذهب المركز الأول مع زيد بن محمد بن علي بن نديلة، هذا الشاب الذي تميز بالركوب، تميز بالأداء الممتاز، 10 على 10، 10 على 10 لزيد بن محمد بن علي بن نديلة. كما ذكرت في قبل انطلاقة هذا الشوط بأن هذه الرياضة أصبح المشاركين فيها بمثابة المحترفين من ناحية اختيار الذلول، من ناحية التدريب، من ناحية الأكل الغذائي أيضا لعدم زيادة الوزن، وهذا من شأنه أن يساهم في اختطاف المراكز الأولى لخفة الوزن. إذن هذا الشاب المميز يرفع يديه في هذه اللحظات ملوحا للجماهير ويحيي الجماهير بعد فوزه واختطافه للمركز الأول. 5 دقائق 25 ثانية 95 جزء من الثانية. تهاني والناموس لزيد بن محمد بن نديلة، تهانينا يا زيد. المركز الثاني اللي ما قصر حقيقة، وصل قطع المسافة في 5 دقائق 27 ثانية 15 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن حزام بن عبد الله بن نديلة، تهانينا علي بن حزام، ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه. شكرا لعلي بن حزام على أيضا هذا المستوى في الركوب الممتاز، ولكن الفوز والنصيب هذا مثل ما يقولون توفيق من رب العالمين وقسمه ونصيب، أدائك لا يعلى عليه، ممتاز بإشادة الجميع. صاحب المركز الثاني متمكن من الركوب ومتمكن من كل شيء، قام بواجبه. المركز الثالث اللي وصل فيه راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة، 5 دقائق 51 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لراشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة، وتهانينا لسعيد بن راشد بن حبيبة، وتهانينا والناموس لكل الفائزين. تتواصل الأشواط الرئيسية وينطلق ويستعد الشوط الأول.